ينضم إلي عبر الهاتف العميد أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة. بداية أهلا وسهلا بك سيادة العميد. في نشرة الأخبار وهذا المستند الذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداوله حتى في بعض وسائل الإعلام، ويتحدث هذا المستند عن ربما الحديث عن المراكز الانتخابية والاعتداء عليها، تفضل. أولا السلام عليكم، أحييك وأحيي كافة الأخوة المشاهدين. بالتأكيد طبعا نحن في معركة، والمعركة زالت مستمرة وزالت طويلة، ولديها أساليب وطرق متعددة من ضمنها تزوير المستندات وتزوير البيانات الخاصة بالقيادة العامة. في أكثر من مرة تعاملنا مع مثل هذه المستندات المزورة. نعم. هذا المستند وهذه الوثيقة التي تعرضونها الآن وتم تزويرها على أساس موجهة من القيادة العامة إلى السيد غسان سلامة بخصوص الانتخابات. أولا نؤكد للشعب الليبي العظيم أن نحن حماة هذا الشعب ونحن حماة الوطن، ونحن أبدا لا يمكن أن نقف ضد أي حراك شعبي على الإطلاق. نحن بالعكس نحن نحمي الشعب في كل المراحل من ضمنها مراحل الحراك وإعداد الحراك. وبالتالي من زور هذه الوثيقة كان يريد الوقيعة والفتنة بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بين الجيش الوطني، بين الجيش الحامي لكرامة الليبيين، وما بين الحاضنة الحقيقية لهذا الجيش والسند الحقيقي لهذا الجيش وهو الشعب الليبي. وبالتالي هذه رسالة أخرى من رسائل العدو إلى الشعب الليبي الذي حقيقة اعتز كثيرا في القيادة العامة بوقوفه خلف القوات المسلحة وأمامه وعن يمينه وعن شماله. نؤكد عبر قناتكم أن هذا المسند مزور، لم يصدر عن المكتب الناطق الرسمي أو عن القيادة العامة أو عن أي مكون من مكونات القيادة العامة أو رئيس الأركان أو غيرها من الأمور، إنما هو مسند مزور، وأثبتنا ذلك فنيا أنه مزور. ودحهم يزورون ودحهم يفعلون ما يفعلون، ولكن بإذن الله النصر للشعب الليبي عبر قواته المسلحة. نعم، طيب حتى بعض هنالك التصريحات ربما التي خرجت طوال الأيام الماضية والمشير في رحلة عمل إلى روما وربما تناولت بعض التصريحات وبعد ذلك تم تفنيدها، كيف من الممكن التواصل مع وكالات الأنباء التي تبث هذه الأخبار وتبث ربما بعض نتائج الاجتماعات التي قالت أنها نتائج خرجت ونفيت بعد ذلك؟ أولا نأخذ صباحة، يجب أن نكون مقتنعين أن العدو لديه قدرات رهيبة مالية، الأموال الشعب الليبي توظف ضد الشعب الليبي، ولديه 6 قنوات فضائية تعمل ضد طموحات هذا الشعب، ولديه أكثر من مركز يمارس الحرب الإلكترونية من خلال جيوش الإلكترونية، لديهم في عدة مدن في الليبية، ولديهم في قطر، ولديهم في تركيا في إسطنبول وهو ما يعرف بغرفة عملية إسطنبول. هذه المكونات بالكامل تعمل على الدعاية وعلى الفبركة الإعلامية للعدو المتمثل، وأقولها دائما وأكرر أن عدو الشعب الليبي الآن متمثل في الأخوان المسلمين والجماعة الإسلامية المقاتلة جناح القاعدة الإرهابي وداعش ومن اشتروهم بالمال. وبالتالي هم دائما هذا دابهم يتعاملون بالدعاية والإعلام والكذب والإشاعات. وهذه على فكرة نحن احتمتنا في القيادة العامة القوات المسلحة منذ منتصف 2016 المؤتمر الصحفي الأسبوعي للقيادة العامة في كل مستجداتنا، إذا كان هناك مستجدات سيكون هناك مؤتمر صحفي أسبوعي وعلى الهواء مباشرة. وبالتالي على الشعب الليبي أن يعتمد هذه القاعدة أن أي شيء مهم وأي شيء له علاقة سواء بالحراك العسكري أو العملية العسكرية أو بعلاقتنا بالجانب المدني سيكون أي بلاغ أو أي تعميم سيكون على الهواء مباشرة عبر المؤتمر الصحفي للقيادة العامة للقوات المسلحة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد أحمد المسمار الناطق باسم القوات المسلحة.